أهلا بكم إلى العراقية السورية. فيما المعارك تتواصل بين داعش وحلفائها السابقين في الجبهة الإسلامية خصوصا في حلب والرقة، لم ينجح الائتلاف المعارض في الخارج في تجاوز تبايناته والتوصل إلى قرار بشأن المشاركة في جنيف 2 من عدمها. وربما يكون اجتماع الأحد المقبل في باريس لمجموعة أصدقاء الشعب السوري مع الائتلاف مناسبة لتدوير الزوايا بين أطراف الائتلاف وداعميهم لاتخاذ قرار حاسم بشأن المشاركة بجنيف 2. أما على الأرض فإن الجبهة الإسلامية تواصل حربها على داعش، فيما الأخيرة تهدد بسحق مقاتلي الجبهة التي تمكنت من السيطرة على مقر الدولة الإسلامية في حلب وفتحت على التنظيم معركة مقره الرئيسي في الرقة. تساؤلات كثيرة حول أبعاد هذا الصراع بين حلفاء الأمس وما إذا كان يهدف إلى تعويم الجبهة الإسلامية قبل جنيف 2. هذه التطورات ستكون محور القسم السوري في النشرة، فيما نتابع في القسم العراقي أيضا الحرب ضد داعش ولكن في الأنبار العراقية. واللافت أن هذه الحرب نجحت في الحصول على توافق الأضداد، أي واشنطن وموسكو وطهران، سوريا لنقلها إلى خارج البلاد. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نقل الدفعة الأولى من الترسانة الكيميائية السورية على متن سفينة دنماركية، ومن المقرر أن تبقى السفينة بالقرب من الساحل بانتظار وصول مواد كيميائية إضافية ذات أولوية إلى المرفأ. نفى وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم الأنباء التي أفادت بأن سبب تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي هي رفضه المثول أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة. وقال اللواء إبراهيم أن قائد الطائرة المخصصة لنقل مرسي خشي الإقلاع لسوء الأحوال الجوية. التحالف الوطني لدعم الشرعية حمل من أسماهم سلطات الانقلاب مسؤولية سلامة مرسي، محذرا من أن تعرضه لأي مكروه يضع مصر في مواجهة المجهول. هذا وأرجعت محاكمة مرسي إلى الأول من الشهر المقبل في قضية اتهامه بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية. اتسعت رقعة التظاهرات في العديد من المحافظات التونسية احتجاجا على القرارات الضريبية الجديدة. وأقدم المتظاهرون في محافظة القصرين على حرق مركزين للشرطة ومقر لحركة النهضة. كما شهدت محافظات الكاف وباجة وجندوبة إغلاقا للطرق الرئيسية وصل غياب تام لقوات الأمن. وبموازاة ذلك عقدت الحكومة التونسية اجتماعا طارئا لبحث الأزمة وسبل الخروج منها. قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أنه سيجري تعديلا وزاريا هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وأضاف زيدان أنه إذا استقلت الحكومة أو أصبحت حكومة تصريف أعمال فأنها ستكون غير قادرة على اتخاذ قرارات، مؤكدا أن هذه الحكومة لن يغيرها مئات الأشخاص حتى ولو لديهم القنابل والأسلحة، وشدد على أنها لن تخضع لفئة معينة. وقعت مواجهات بين الحوثيين وقبائل موالية لآل الأحمر في منطقة عمران شمال اليمن، مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من آل الأحمر بحسب مراسلنا، كما تسببت بنزوح الآلاف من الأشخاص. وفي شبوة شمال البلاد تجددت الاشتباكات بين الجيش ومسلحين حول مبنى المحافظة، حيث وقع انفجار عنيف يوم أمس أدى إلى إصابة 4 أشخاص. عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها إزاء الأزمة التي تعصف في تركيا منذ أسابيع على خلفية تورط عدد من المسؤولين الكبار بقضايا فساد. المفوضية طلبت بتحقيق شفاف وحيادي حول الاتهامات بالفساد التي تشمل فريق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. دعت السلطات التركية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على دولة القانون والالتزام بمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، عودة إلى سلمى. سقط المقر الرئيسي لداعش في مدينة حلب شمال سوريا في أيدي مقاتلي المعارضة الذين يخوضون معارك مع هذا التنظيم منذ 5 أيام وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. المعارك بين داعش من جهة والتنظيمات الإسلامية المتشددة من جهة أخرى دخلت مرحلة جديدة مع تهديد داعش بسحق مقاتلي المعارضة. أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني دخل على الخط، خط المعارك، برسالة صوتية طرح فيها مبادرة للحل بين المتقاتلين. محمد محسن والتفاصيل. تأخذ المعارك بين الجبهة الإسلامية وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام منحا تصعيديا. ما زالت الاشتباكات تتركز في مدن الشمال والشرق السوريين، ولا سيما الرقة وحلب ودير الزور وأريافهما، إضافة إلى ريف إدلب.
معارك عسكرية تنعكس في السياسة. رصد تنظيم الدولة الإسلامية أموالا لمن يقتل قادة من الائتلاف المعارض أو هيئة أركان الجيش الحر، وخيرهم بين القتال أو التبرؤ علنية من قتال التنظيم. إن الدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن أن الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد الدولة وبدأوها، لذا فكل من ينتمي لهذا الكيان هو هدف مشروع لنا في كل مكان. المعطيات الميدانية تشير إلى أن ما يجري يشبه حرب إلغاء، حرب يجد كل طرف مبرراته لشنها. سيطر تنظيم داعش على غالبية مدينة الرقة، قتل أمير حركة أحرار الشام في المدينة ورئيس هيئتها الشرعية، وبحسب مصادر صحفية أعدم التنظيم من أسره من الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة. وفي المقابل تتقدم القوى المتحالفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أرياف دير الزور وإدلب، فيما تستعر المعارك في حريتان بريف حلب، واقع دفع بأمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني إلى طرح مبادرة حل. إن هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة إنقاذ للساحة من الضياع، وتتمثل بتشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة وبمرجح مستقل، ويوقف إطلاق النار، ويجري تبادل المحتجزين من كل الأطراف، وتحظى الخطوط الأمامية في قتال النظام بالأولوية الكبرى، وتفتح الطرق للجميع. هو صراع دخلته المجموعات المتشددة المسلحة، كان متوقعا ولا سيما في ظل الأجواء المتوترة بين التنظيمات المتحاربة اليوم. الفصائل الإسلامية أبدت تململها من ممارسات تنظيم الدولة، والتنظيم اتهمهم بقتال المجاهدين. التنظيمات الإسلامية المتشددة في سوريا برميل بارود انفجر في أصحابه. وفي دمشق أفادت مراسلتنا أن مجموعة من المسلحين سلمت نفسها للجيش السوري في معظمية الشام في إطار ما عرف باتفاق المعظمية الذي بدأ العمل به منذ نحو 10 أيام. وكان 40 مسلحا قد سلموا أنفسهم أمس ضمن عملية تسوية أوضاع المسلحين في مناطق وجودهم خاصة في المعظمية وبرزة. فوض تجمع العشائر السورية الوفد الحكومي المتجه إلى جنيف 2 التحدث باسمها في مفاوضات حل الأزمة سياسيا. قال شيوخ العشائر في بيان لهم أن نسبة قليلة خرجت عن موقف أبناء القبائل، معتبرين أن هؤلاء لا يمثلون قبائل وعشائر سوريا. اجتماع مختصر لشيوخ العشائر السورية عشية انعقاد جنيف 2، مختصر بحجم الحضور في ظل تقطع السبل بين المحافظات الشمالية والشرقية بالعاصمة، وبوقته الذي لم يتجاوز الساعتين، والحصيلة رسالة دعم للوفد الحكومي المفاوض. وإن القبائل التي صمدت على موقفها الوطني خلال الأزمة تمنح الوفد الذي شكلته الحكومة السورية الحق والتفويض الشعبي لتمثيلها، وإن أرادوا أن يمثلوا القبائل بوفد فلا عبارة لأشخاص في الخارج لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون القبائل ولا العشائر في سوريا. ممثلو العشائر المشاركة يؤكدون تمثيلها للسواد الأعظم من عشائر سوريا، وأكثر من ذلك يرفضون كل من يتحدث باسمها كما يقولون. إن العشائر في سوريا، العشائر الشريفة، لا يمثلها إلا هؤلاء الموجودين في سوريا، وليسوا الذين يوجدون في المحافل الدولية التي ترعاها دول الإرهاب والراعي للإرهاب. وبالمقابل نؤكد الجميع بأن هذه العشائر وأبناء العشائر هي بخندق واحد إلى جانب الجيش العربي السوري. حجم حضور العشائر في المجتمع السوري يدفع بممثليها إلى تفعيل حضورهم في جنيف 2 لحل الأزمة. نطالب المعنيين بهذا المؤتمر بتمثيل القبائل السورية بوفد، فهي من تمثل القبائل الحقيقية على الأرض، ليس من يجلس خارج القطر بفنادق فاخرة ويدعو التمثيل. لا، احنا القبائل السورية على الأرض من نمثل شعبنا، فنرجو أن تمثل القبائل بوفد يكون رديف للوفد السوري.
تضيف العشائر بموقفها الداعم للنظام ضغطا جديدا على المعارضة في الخارج، وخصوصا أن العشائر تمثل أحد مكونات الائتلاف المعارض أيضا. مع السلطة أو في صفوف المعارضة، للعشائر حضور فاعل في يوميات الأزمة السورية، حضور يؤكد المجتمعون في دمشق أنه مع الدولة، بل ويفوضون الحكومة بالحديث باسمهم في جنيف 2. محمد الخضر، دمشق، الميادين. ومن هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة ينضم إلينا الدكتور هيثم مناع. أهلا بك معنا سيدي من باريس. كنا قد عرضنا في تقارير عدة عن ما يجري على الأرض السورية، برأيك لماذا يتم الآن في هذا التوقيت بالذات تعويم الجبهة الإسلامية؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن الفوارق حقيقة ليست كبيرة ما بين العديد من فصائل الجبهة الإسلامية والنصرة أو داعش. وكنا دائما ننقد كل من يقول أن كل سلاح مقدس. الرأي الذي دافع عنه الائتلاف ومن قبله وبعده المجلس الوطني للأسف. اليوم أصبحنا نسمع أشياء مضحكة أحيانا، يعني نسمع بأن هذا التكوين كونته المخابرات السورية، رغم أن الثلاثي الذي يقود أحرار الشام ولواء الإسلام وصقور الشام كان في سجن صيدنايا وأطلق سراحه من النظام. فلابد للأسف من أن نعود إلى نظرة عقلانية صحيحة، أن نؤرخ للحظة كما حصلت، أن نكون صادقين مع أنفسنا حتى نصل إلى هذه النتيجة المؤلمة التي نجد فيها الشعب السوري مجرد ضحية وليس فقط متفرج على صراع الغرباء، سواء كان اسمهم هذا أو ذاك، لأننا نعرف بأن على الأقل ثلث القتلى في الخمس أيام الأخيرة من غير السوريين، وأن غير السوريين موجودين في الطرفين، والقرار ليس بيد السوريين إن كانوا هنا أو كانوا هناك. إحنا مأساتنا أنه مع عملية التسليح التي حاولنا أن نقول بأنها ستكون مدمرة ولم يستمع لنا أحد، لم يعد هناك نواظم لمستقبل الحراك الشعبي، نواظم مدنية وديمقراطية. مهم أصبحت النواظم نواظم عنفية. دكتور مناع، مهم هذا الكلام. طيب اليوم ما زال يحكى حتى اليوم حتى الآن عن تدخل أطراف إقليمية وعربية ودولية، تحديدا نتحدث هنا عن تركيا، عن قطر، عن السعودية، ما رأيك؟ وأنت أيضا ذكرت غرباء في حديثك منذ قليل. طبعا طبعا، والغرابة ليست فقط في المقاتل، الغرابة في المال السياسي، الغرابة في القذارة السياسية، في تصفية الحسابات القديمة والجديدة، وفي مواقف يدفع الشعب السوري اليوم ثمنها غاليا. ونطرح السؤال، هل سوريا ستكون أم لا تكون بسبب كل هذه التدخلات؟ أنا بعطي مثل بسيط، يعني نحن الآن في اليوم السبت دخل 6 بريطانيين للالتحاق بدولة داعش في وضح النهار وبمرافقة المخابرات التركية. المال الذي يصل إلى تركيا من السعودية والكويت وقطر، أي رقيب أو حسيب عليه؟ وليس هذا المال جزء من عمليات الفساد لحكومة أردوغان؟ حتى اليوم ما زلنا ندفع ثمن تواطؤ إقليمي ودولي، وهذا الثمن الذي ندفعه سيكون أغلى، لأن المسألة أنهم خلقوا وحوشا، وليس من السهل التخلص من أحد الوحوش، لأن هناك قرار إقليمي ودولي بحق حركة إقليمية، لأن داعش إقليمية وليست سورية، وهناك قرار أمريكي ومضطرة السعودية أن تؤيده بتأييد حكومة المالكي في حربها
مع داعش في العراق، وبالتالي الموازي لذلك والهجوم الذي تم من داعش على كل الأطراف التي وافقت على هذا القرار خلق هذا الفصام وأوصلنا إلى المواجهة المباشرة اليوم على الأراضي السورية بين الطرفين. ولا نظن بأن هذه المواجهة سهلة وسريعة، لأنه في عديد من المناطق إما أن تسلم داعش أعضائها وأفرادها إلى النصرة، ومثل ما بيقولوا من تحت سلة الحسن لتحت سلة الحسين، وإما أن تقاتل بشكل شرس كما قالت، يعني الجملة اللي قالها الحجاج بالزمانات أكثر رأفة من الجمل التي نسمعها اليوم في بيانات هذه المنظمات. فللأسف المعركة لن تكون قصيرة ولن يكون من السهل حسمها، لأن هذه الأطراف نفسها ساهمت بوضع جيد للمنظمات المصنفة إرهابيا وتحالفت معها وقامت معها بعمليات مشتركة. للأسف أكثر من 80% من عمليات فصائل الجبهة الإسلامية مشتركة مع النصرة وداعش إذا أحصينا ما تم منذ بدأت. والجبهة الإسلامية في العديد من أطروحاتها اليوم تزاحم وتحاول أن تأخذ من المجاهدين اللي بتسميهم المهاجرين حتى لا يواجهها 10,000 على الأقل غير سوري في صفوف النصرة وداعش، لأنه في عنا كمان آلاف في صفوف الجبهة. طيب، طالما هذه الصورة واضحة لديك بهذا الشكل وواضحة للكثير، ما هو الفرق إذن بين داعش والنصرة والجبهة الإسلامية؟ نتحدث هنا سياسيا، عسكريا، عقائديا، لماذا هذه الفروقات حتى أن نرى أن المجتمع الدولي اليوم والإقليمي يتكاتف ويتوافق على تصفية داعش فقط دون سواها من الجماعات المتطرفة من سوريا إلى الأنبار؟ على الصعيد الإيديولوجي الفارق قليل. إذا فتحت صفحة أحرار الشام تجدي أنهم يتكلموا عن عصابات البي واي دي، ويتكلموا عن ميليشيات الشيعية عندما يتكلموا حتى عن الجيش، أي أنهم مؤججين مثلهم مثل داعش والنصرة للصراع السني الشيعي، ويعتمدون لغة مذهبية وطائفية مشابهة. ففي الميدان وفي الطرح وفي البرنامج نحن أمام أطروحات تقوم على الحاكمية، تقوم على بناء إعادة بناء الخلافة الإسلامية، تقوم على أن هذه الخلافة ليست فقط في الحدود السورية وإن كانت عند البعض فهي مرحلة، وبالتالي الأطروحات ليست بعيدة عن بعضها البعض. لكن صحيح في عدة مواقف لأحرار الشام مثلا قالوا بغلو داعش منذ أشهر، ولكن في مواقف كانت خلاف على التمويل. وإذا تابعنا تويتر للسيد رئيس لواء الإسلام الذي يتحدث مثلا عن شافي العجمي ويلومه لأنه يعطي الآخرين ولم يستقبل منه قرشا واحدا، دينارا واحدا كما يقول. فأحيانا الخلاف يكون في التمويل وأحيانا في مناطق النفوذ. أما في الإيديولوجيا فالإيديولوجيا التكفيرية تظهر بشكل واضح ومستويات مختلفة عند مجموع هذه الفصائل. وفي السياسة مشكلتنا الأساسية أن الأطراف المعتدلة اليوم في السياسة هناك فارق بالتأكيد، لأن هناك من يحاول أن يستفيد من التمويل الإقليمي دون أن يكون أسير هذا التمويل، لذا ينوعه ويستلم من السلفيين ورجال الأعمال السلفيين الأموال تسمح له بهامش من الحركة إذا توقفت المساعدات القطرية أو السعودية، في حين أن هناك أطراف تعتمد حصرا على المساعدات أو بشكل أساسي على المساعدات الحكومية، وبالتالي إذا قال لها بندر كن فيكون. هنا المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية أننا دخلنا في معركة فيها طرفين على الأقل
لا علاقة ولا قدرة لنا كسوريين على السيطرة عليها. الطرف الأول هو التمويل، الطرف الثاني هو التسليح وحامله. لم يعد حامل السلاح سوري. واليوم مثلا أنا بحكي مثل بسيط، إذا بتاخذوا سراقب، سراقب عندنا اليوم أبو البراء البلجيكي، الحمد لله نحن أبو البراء البلجيكي بيقود سراقب، عنده 400 مقاتل. كم مقاتل من سراقب؟ أتحدى أن يكون هناك أكثر من 32 شخص من 400 من السوريين. كيف يمكن أن نتحدث بالسيادة السورية وبالديمقراطية السورية وبدولة مدنية سورية ونحن يقرر مصيرنا هذا القادم من بلجيكا الذي لا يعرف لا النسيج الوطني السوري ولا النسيج المجتمعي السوري ولا يعرف أخلاقنا ولا يعرف سلوكنا؟ دكتور مناع، ليكفر كل من يخالف الرأي. طيب دكتور مناع، يعني واضح أن تعويم الجبهة يعني والاتهامات ما زالت للسعودية وتركيا وقطر، طيب في مقابل سحق داعش وتعويم الجبهة الإسلامية، ما هي مصالح السعودية، ما هي مصالح قطر، ما هي مصالح تركيا، وما هي المطالب الآن في ظل كل ما يجري على الأرض؟ وهل لديكم أدلة بهذه الاتهامات؟ أولا بالنسبة للتعويم، التعويم ضروري لأن هذه الأطراف الإسلامية الجهادية استطاعت في الميدان أن تمسك بمفاتيح أساسية وأن تكون الطرف الأقوى. لذا استدعى ذلك بشكل عاجل تشكيل الجبهة الإسلامية حتى يكون هناك طرف سوري يمكن أن يكون في أي تفاوض أو أي عملية سياسية قادر، الطرف السعودي، الطرف الأمريكي وغيرهما، على أن يكون له صوت سواء في جنيف أو خارج جنيف. نحن المشكلة اليوم أن لا أحد يتحدث عن الجيش، قيادة أركان الجيش الحر. هل اسمح لي، هل لنا أن نركز على الدور السعودي في الأردن؟ ليس لهم أي دور عسكري. طيب دكتور مناع، من فضلك، هل لنا أن نركز على الدور السعودي وما هي الأدلة لديك؟ والله الأدلة يكفي أن نتابع العلاقة مع كل هؤلاء الأشخاص أو الذين تركوهم لكي يحدثونا كيف بدأت هذه العلاقة منذ تدخل عقاب صقر وأحمد رمضان كما يقول رياض الأسعد وليس هيثم مناع. تدخلوا يومها من أجل دور وتمويل سعودي بشكل مبكر جداً وإزاحة رياض الأسعد وخلق هيكل جديد. فالدور السعودي لا يحتاج حقيقة إلى مناقشة. نحن مشكلتنا أن السعودية شخصت المسألة واعتبرت هذه المسألة مسألة حقد بداوة. طيب ما هو هدف السعودية الآن؟ وليس علاقة سياسية. لذلك السعودية هدفها بسيط، وهو كان يشاركها فيه للأسف عدد من المعارضة السورية العايشة في الخارج في فنادق الخمس نجوم. فليأتي الشيطان، هي على حذائها، هي المهم إزاحة النظام. أما من يأتي بعده فليس مشكلتها، تحطيم سوريا ليس مشكلتها. للأسف لا يمكن، لم تصدر السعودية في تاريخها نموذجا تنويريا، وإنما في مجمل ما فعلت وصدرت كانت تصدر نماذج من هذا النوع، نماذج تخريبية لا نماذج تنويرية. ومشكلتنا الآن أن هناك من السوريين من يتحالفون معها من أجل تغيير النظام. نحن قلنا من البدء لا يمكن أن يتغير هذا النظام بأسوأ منه، وعناصر قوة النظام تأتي من الصفة الأسوأ لمن يقاتله. إن لم يكن من هو معارض أفضل من النظام لن يكون لديه أغلبية مجتمعية سورية حقيقية. هؤلاء لا يفكرون هكذا، هؤلاء يظنون أن كما حدث مع عبد العزيز يمكن أن نعيد التجربة بالسيف، يمكن إسقاط الأسد ويمكن إسقاط سوريا. المشكلة ليست هكذا.
نحن بالنسبة لنا المشكلة أن هذا الشعب عندما قام من أجل كرامة، من أجل حرية، من أجل ديمقراطية، من أجل علاقات دولة مدنية ومجتمع مدني، لم يقم من أجل هؤلاء الوحوش. طيب دكتور مناع، اسمح لي قبل أن ننتقل إلى جنيف أريد جوابا مختصرا من فضلك. هل هذا يعني أن هذه الخطة المدروسة ضد داعش لتصفية داعش من بعدها سيتم تصفية الجماعات الأخرى، أم الأمر يقتصر فقط عند داعش ونقطة على السطر؟ أنا أظن بأن الجماعات الأخرى بما في الجماعات التي ليس لها وضوح ايديولوجي كامل مثل ثوار سوريا كلها يعني مزبطة ماليا، يعني حتى نكون كثير واضحين وكثير ناخذ واحد من الأشخاص، جمال معروف، ماهر النعيمي، كل هذول يعني جبهة ثوار سوريا تمويلهم سعودي، يعني إذن هم يريدون أن يكون هناك قطب قوة سياسية إسلامية لأن هذا يناسبهم، هذا القطب يكون شريكا في أي حل للوضع السوري أو في رسم مستقبل سوريا، هذا هو الخط البندري السعودي. المشكلة أن هناك موافقة أمريكية على هذا المشروع، يعني بالنسبة للأمريكان وجود الجبهة الإسلامية في جنيف أهم من وجود تيار بناء الدولة أو هيئة التنسيق أو المنبر الديمقراطي. طيب الجبهة الإسلامية رفضت حتى التحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بعقيدتها تكفر الولايات المتحدة الأمريكية وكل من سيذهب إلى جنيف. هل برأيك فعلا المشهد الذي يرسم الآن يمهد لمشاركة الجبهة الإسلامية في جنيف 2؟ وهل أصلا سيعقد جنيف 2 برأيك؟ أولا هذا غير صحيح، لأن العلاقة بين أحرار الشام والسيد روبرت فورد بدأت قبل العلاقة بين السيد روبرت فورد وهيثم مناع، وهو الذي أعلمني بذلك، وهو الذي قال لي عليك أن تتصل بهؤلاء. هاي واحد. اثنين، لم يكن هناك، كان في الإعلام هجوم وعدم لقاء، ولكن في الحقيقة كان في لقاء باسكندرون 7-8 ساعات استمر. وبعدين فورد مش مضطر في كل مرة يكون، يعني بيكون الوكيل السعودي بيمشي الحال أو بيجي عطية، يعني ما مش المشكلة. هل سيعقد جنيف 2 برأيك؟ أنا بحب أنبه إلى أنني أتحدث باسمي، باسم هيثم مناع، حتى لا ألزم أحدا لا من هيئة التنسيق ولا من خارجها بما أقول. دكتور مناع، هل برأيك فعلا سيعقد جنيف 2؟ أظن بأنه سيؤجل. طيب لن يعقد، لأنه إذا كان رد الائتلاف سيكون في 17. صحيح. الوفد الجماعي لم يتم الاتفاق عليه بعد، التحضير الجيد لم يتم الاتفاق عليه، حتى اللي كنا متفقين على أنه نعمله نوع من التواصل مع كل من خاض في مناقشات ومباحثات على الصعيد العالمي في 3 أيام من النقاش في جنيف، أيضا هذا زمن، كل هذا لا يمكن بين 17 و22 يتم. نعم. لذلك أظن بأن التأجيل الآن أصبح على الطاولة. هل هذه معلومات أم فقط تحليل وقراءة في المشهد المقبل بشأن جنيف 2 وتأجيله؟ مثل بعضه. الائتلاف وانسحاب أكثر من 40 شخصية من هذا الائتلاف، كيف تفسر ذلك؟ وكيف سينعكس أيضا على المشهد المقبل؟ أنا كان متوقع ذلك، يعني في نحن لسنا أمام جسم متجانس متماسك، يعني نحن أمام مجموعة متناقضات قابلة للانفجار، سواء كان ذلك لمسألة يعني استراتيجية مناصب ومواقع قوة، سواء كان ذلك من أجل مواقف سياسية أو أجندات سياسية مفروضة على أصحابها. بالحالتين أظن بأنه الائتلاف كان مضطرا، أنا لو كنت بالائتلاف أنا كنت بأجل قرار جنيف، لأنه لو عمل قرار جنيف كان فرط المشروع كله.
هم عملوها بالتقسيط، يعني الآن انسحب من انسحب من أجل خسارته في الانتخابات، ثم يأتي القرار في جنيف، على الأقل بتكون الضربة على الرأس على مرحلتين، وهي خطوة حكيمة يعني تأجيل، ولو أن أدت حكما إلى تأجيل جنيف 2. مشاركة إيران في جنيف 2 برأيك هل ستحسم في اللقاء الثنائي المرتقب للروسي والأمريكي؟ والله يا ستي أنا بدي أحكيكي بمرارة، يعني أنا قلت لأحد الوفود من أعدقاء الشعب السوري، لأن أنا بسميهم أعدقاء الشعب السوري لأنه بسموا حالهم أصدقاء، قلت له وجهت دعوة للسيدة نانسي عجرم، فقال لا، فقلت له لازم توجهه لنانسي عجرم لأنه إحنا عم نوجه دعوات للي مش معنيين بالملف، يعني بدنا نجيب 30 دولة على الأقل منهم 20 ما لهم علاقة مباشرة بالموضوع، وإذا أردنا حلا فعلينا أن نضع أيدي الناس كلها بالطبخة، والعضو الغائب مشاغب، والإيرانيين قالوا بالحرف نحن من مصلحتنا ألا نحضر، لكن فلتأتي منهم، لأنه إذا ما حضروا ما لهم ملزمين بشيء، والجماعة الدولية لا تستطيع أن تلزم باتفاقية من لم يشارك في صنعها إلا إذا هو جاء وصدق، هيك الاتفاقيات الدولية من يوم ما خلقت قبل 300 سنة، وبالتالي القواعد هاي هي التي تقول لنا اذهبوا إلى كل الأطراف المعنية واطلبوا منها أن تحضر، لذا نحن نترجى السعودية أن تحضر، نترجى إيران أن تحضر، لأن العضو الغائب سيكون مشكلة على النتائج وهو غير ملزم بها ولا يوجد ضمانات بأن يحترمها، فكيف يمكن أن نصل إلى حل؟ دكتور مناع، بالانتقال إلى المصالحات الأخيرة التي تجري في مناطق مختلفة في سوريا، كيف تقيم هذه المصالحات؟ وآخر مصالحة كانت في المعظمية وما زالت حتى الآن. أنا أظن بأن هناك للأسف موقف عنجهي من طرف السلطة تجاه المقاتلين السوريين الذين خرجوا للقتال مضطرين، لأنه لا يمكن وضع كل من حمل السلاح في سلة واحدة، هناك منهم من هو أكثر منا صدقا وأمانة وإخلاص لهذا الوطن، للأسف حاولنا في عدة مرات أن يكون هناك وقف إطلاق نار ولو محلي، حاولنا أن يكون هناك كما يقال مصالحة بالشرف بالرأس المرفوع للطرفين، ولم ننجح لموقف تعنتي من السلطة، وهذا الموقف التعنتي اندفع ثمنه على الأقل 30-40 ألف في مناطق كان يمكن أن تخرج من إطار الصراع منذ أشهر، وأنا أتمنى على الأطراف القادرة على التأثير على السلطة السورية أن تضغط أكثر من أجل أن تكون عمليات وقف إطلاق النار وعمليات إعادة ما يمكن تسميته مناطق الحماية المدنية للنازحين لعدد كبير من السكان المدنيين قابلة للتحقيق، أما بالشروط الحالية فستبقى العملية محدودة جدا وبإطار نوع من نصر دعائي للنظام. شكرا جزيلا لك الدكتور هيثم مناع، كنت معنا من هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا. يبدو أن دورا حاسما للعشائر سيكون في الحرب على داعش في الأنبار، هذا ما أوحى به كلام أعلنه رئيس الوزراء العراقي اليوم نور المالكي. الحرب على دولة الإسلام في العراق والشام كانت قد بدأت في العراق منذ أكثر من 3 أسابيع لتنطلق قبل 6 أيام الحرب على التنظيم في سوريا، ولكن من قبل حلفاء الأمس لداعش. هل من حسابات إقليمية مختلفة في العراق إزاء المعركة ضد داعش عن الحسابات حيال المواجهات بين الجبهة الإسلامية وداعش في سوريا؟ يقول المالكي إن القرار هو القضاء على القاعدة والإرهاب في العراق. رئيس الوزراء العراقي المالكي أكد أن القوة لا
لن تستخدم ضد مدينة الفلوجة ما دامت العشائر تتعهد بطرد المسلحين. المالكي دعا من أسماهم المتورطين أو المستغفلين في القاعدة إلى العودة لرشدهم فتح صفحة جديدة، مؤكدا أننا نرحب بهم. كما وصف الحديث عن عودة عناصر تنظيم القاعدة إلى المناطق التي أخذت منهم بحلم إبليس. سنستمر في خوض هذه المعركة لأننا نؤمن بأن القاعدة وحلفائها هم الشر الذي لا بد من بذل كل الجهود وحشد كل الطاقات، كما أشيد بالموقف الوطني الحاشد لكل أبناء الشعب العراقي من السياسيين والعشائر وأبناء العراق الذين يقبلون ويعلنون الاستعداد للدخول في القتال ضد القاعدة وتشكيلاتها ومن يؤيدها. المالكي شدد على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تؤجل يوما واحدا، مشيرا إلى أن كل الاستعدادات لإجرائها قد اكتملت، فيما دعا القوى السياسية إلى الحوار والانفتاح على بعضها الآخر. لا نريد تأخير الانتخابات يوم واحد ولا تأجيلها تحت أي عنوان، والحكومة جاهزة بكل مستلزمات إجراء العملية الانتخابية، وليس هناك من خلل أو نقص. نريد أن تحصل هذه العملية لأنها محطة مهمة من محطات عملية بناء العملية السياسية وإدامة الزخم السياسي. ماذا عن الفلوجة والرمادي والمعارك الدائرة هناك؟ ريمي معلوف والتفاصيل. السلام عليكم مشاهدينا. الفلوجة والرمادي مدينتان تصدرتا المشهد العراقي في الفترة الأخيرة، فهناك انتشر داعش وهناك بدأ الجيش العراقي عملياته العسكرية الواسعة. ولكن لماذا بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة في الرمادي فيما لا يزال يتريث في تنفيذ عملية مماثلة في الفلوجة؟ بحسب محللين عسكريين، في المعركة العسكرية عوامل عديدة تمثل دورا مهما وتؤثر في سير التطورات الميدانية. أبرز هذه العوامل الكثافة السكانية والطبيعة الديموغرافية. طرقات الرمادي ومساحة هذه المدينة واسعة، مما يسهل على الجيش التحرك وتحديد الأهداف بشكل واضح. أما في الفلوجة فالمرحلة اليوم تتمثل بمحاصرة المدينة قبل إطلاق الهجوم الكبير، هجوم جمد في السابق لسببين هما: الأول حقن الدماء، والثاني وهو الأهم الحصول على أوسع دعم من قبل العشائر للعملية العسكرية. فالالتفاف الشعبي يمثل أهمية كبيرة نظرا لاحتضانه داعش. التعزيزات الأمنية على أبواب الفلوجة تزامنت مع نداء المالكي إلى أهالي المدينة وعشائرها لطرد الإرهابيين حتى لا تتعرض الأحياء إلى أخطر المواجهات المسلحة. عادة تكون حرب الشوارع أصعب أنواع الحروب، فهي تجري في طرقات ضيقة حيث المنازل متقاربة كما نرى هنا، والأحياء متلاصقة أيضا، وبالتالي يكون من السهل التمركز لعرقلة التقدم الجيش. في الفلوجة يبلغ عدد السكان 700 ألف نسمة تقريبا، ومن شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل تتسابق التطورات الميدانية، ويصبح الحسم العسكري رهن الدقائق القليلة. ومن العاصمة العراقية ينضم إلينا رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي. أهلا بك سيد الكريم. الجيش العراقي يحاصر الفلوجة ولا يدخلها، لماذا هذا التريث؟ لأسباب سياسية أم عسكرية؟ شكرا جزيلا. لأسباب عدة، يعني الأسباب السياسية والعسكرية. عملية دخول الجيش بدون حل وتوافق سياسي ستؤدي إلى كارثة حقيقية. الأهالي محاصرين وسيكونون بين قوتين، قوة الجيش العراقي وقوة التنظيمات الإرهابية. المدينة محاصرة، الكهرباء مفقود، المياه، القضايا الصحية، مشاكل، وهناك عملية نزوح. فالدخول إلى الفلوجة ستكون هناك معارك، ما تسمى بحرب الشوارع، وهي قضية صعبة للغاية. لذلك أنا أعتقد الحكومة أو صانع القرار لا يريد اتخاذ قرار عسكري، وبالتالي يخسر كثير من العشائر اليوم التي تتعاون مع الحكومة. في حالة عملية الدخول هذه العشائر ستعود وتتفق مع العشائر الأخرى، وهم يرتبطون بصلة القرابة، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة في مواجهة بين الجيش والعشائر. طيب سيد الهاشمي، إذا كانت العشائر تدعم الخطة الأمنية والقوات العسكرية في مكافحة الإرهاب، إذن التوافق السياسي بين من ومن برأيك؟
العشائر ليس كلها جميعها مع الحكومة، لكن هناك محاولات حثيثة الآن قد تكون 3/4 العشائر مع الحكومة في قضية تطهير الأنبار من المسلحين ومن تنظيم داعش، لكن هناك ربع آخر من هذه العشائر الآن لم يتفق. القضية السياسية حتى قضية التوافق السياسي مع كتلة مهمة هي كتلة متحدون، أطراف سياسية أخرى، مجلس محافظة الأنبار الذي يعتبر موالي للحكومة لا يريد أن يخسر هذا التأييد. العملية يجب أن تتحقق بقضية توافقات حتى يكون الجيش والعشائر كلها متفقة من أجل تطهير المدينة من الإرهاب. أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة، لكن عملية التهدئة واجبة ومطلوبة حتى لا يكون هناك قضية يندم عليها الجميع. طيب ما هي الحواجز أو العوائق التي تمنع هذا التوافق الآن؟ يعني حضرتك تعرفين المشهد السياسي العراقي مشهد صعب للغاية. 4 سنوات 8 سنوات قبلها 4 سنوات أخرى كانت هناك صراعات، حملة انتخابية لم يبقى لها شيء، الجميع يحاول أن يحشد في ظل عدم وجود نتاجات سياسية، يحاول أن يصعد طائفيا قوميا إثنيا. المحافظة منذ سنة هي موجودة في تظاهرات، حالة من الانقسام الموجود بين السياسيين المنظمون تحت القائمة العراقية التي تفككت. كل هذه المعطيات اللي أمامنا تجعل من هذا المشهد مشهدا مرتبكا، لذلك عملية التوافقات يجب أن تكون حاضرة، الحفاظ على أرواح الناس الأبرياء يجب أن تكون حاضرة، وتكون العملية بأقل الخسائر وتكون بمهارة وتقنية عسكرية وفق خطط خاصة. وأن الجيش العراقي اليوم استلم معدات وسيستلم معدات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا. طيب داعش تضرب أو تشطب اليوم محاولة لشطبها في سوريا وفي العراق، وهناك توافق دولي عليها تحديدا في العراق من موسكو وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. برأيك لماذا الآن هذا التوافق الدولي؟ أو هل من حسابات داخلية ما يحدث أيضا في سوريا؟ العراق؟ نعم هناك حسابات داخلية وخارجية. العراق طالما كان ينادي أن خطر الإرهاب سيشمل الجميع، العراق ترك وحيدا منذ 2003 يتعرض إلى قتل يومي من قبل التنظيمات الإرهابية، سيارات مفخخة، تداعيات الوضع في سوريا والانقسام بين المعارضة السورية وعملية القتال الموجودة ترك المجال واسعا للقاعدة للدخول إلى العراق في مساحة 600 كيلومتر. اليوم أكو فرصة مناسبة للعراق على الصعيد الداخلي والخارجي بوسط تأييد من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول المنطقة أن خطر الإرهاب بات يشكل خطرا كبيرا على المنطقة وعلى العراق. أنا أعتقد فرصة ذهبية أن يكون هناك توافق سياسي في العراق لتتحد كل الجهود لمقاتلة داعش وطردها من العراق. باعتقادك العشائر هل فعلا أن تستطيع العشائر القضاء على داعش من دون مساندة الجيش على الأرض كمثال الفلوجة وما يحصل فيها؟ لا، القضية أنه العشائر بحاجة إلى سلاح إلى دعم، ولكن العشائر يجب أن لا نستهان بقدراتها لأنها تمتلك خبرة كبيرة. هم كانت النواة الأولى للصحوات التي قاتلت داعش بعد 2006 و2007 برعاية أمريكية، لذلك يمتلكون من الخبرات والتقنيات والمعدات. أنا أعتقد عملية تعزيزها ستكون كفيلة بطردها، خاصة وأن هناك قبل قليل قبل دخول الاستوديو كانت هناك مبادرة مهمة للسيد عمار الحكيم في قضية الأنبار بما يسمى مبادرة الأنبار الصامدة التي تنص على صرف 4 مليار دولار لإعادة إعمار الأنبار، تشكيل جيش من العشائر يكون مستد من قبل القوات المسلحة وتكون لديه قيادات عسكرية من أبناء المحافظة لحماية الحدود وحماية الطرق الاستراتيجية. قد تكون هذه المبادرة مهمة للتهدئة وتحقيق التوافق السياسي إن لاقت القبول من الأطراف المتصارعة. أشكرك جزيل الشكر واثق الهاشمي، كنت معنا من العاصمة العراقية، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم. أكدت وزارة التخطيط العراقية أن الخطة الخمسية للأعوام المقبلة حتى 2017 وصلت نسبة التقدم فيها إلى 60%، داعية الحكومات المحلية والوزارات والمحافظات إلى التعامل مع الخطة بشكل كامل. وزير التخطيط علي يوسف الشكري قال إن الإيرادات النفطية المتوقعة حتى عام 2017 ستبلغ 769 ألف مليار دينار عراقي بنسبة 95% من إيرادات الدولة. تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بغداد سيتم وفق قوانين وإجراءات جديدة. مجلس المحافظة يعتزم تطبيق إجراءات جديدة تجاه الشركات الراغبة بتنفيذ مشاريع متوسطة وكبيرة في العاصمة العراقية. نائب رئيس مجلس المحافظة محمد الربيع أكد أن الإجراءات تشمل تدقيق مستندات الشركات المقدمة للعروض واتخاذ إجراءات عقابية بحق المتلكئة بتنفيذ المشاريع.
الطلب على الكهرباء يزداد في محافظة كربلاء. المحافظة باشرت بإنشاء مشروع ربط كهربائي مع محطة الخيرات لإنتاج الطاقة الكهربائية لتأمين إمداداتها. خطوط النقل الجديدة ستؤمن بشكل تام إمدادات الطاقة في حال وقوع أي انقطاع أو خلل في شبكة الكهرباء الوطنية، حيث أن محطات الخيرات والكملية تنتجان الطاقة بكامل قدراتهما البالغة 1500 ميجاوات. أعلن وزير الأعمار والإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي إنجاز أكثر من 5000 وحدة سكنية في محافظة البصرة مع نهاية العام، مؤكدا حاجة بلاده إلى بناء 2,500,000 وحدة سكنية. الدراجي أشار إلى أن وزارته لا تستطيع بميزانية صغيرة نسبتها 4% بناء آلاف الوحدات السكنية، مطالبا بتخصيص جزء من واردات النفط لتنمية المحافظات وبناها التحتية واقتطاع مبلغ 5 دولارات من كل برميل نفط مصدر. العراق يفتح باب الاستثمارات في القطاع الحيواني والنباتي. وكيل وزارة الزراعة مهدي القيسي أعلن أن المشاريع الاستثمارية ستكون موزعة في جميع المحافظات وتشمل المشاريع الحيوانية والنباتية، ويؤمل أن يساعد الاستثمار الشركات العربية والأجنبية على تحفيز التنمية الاقتصادية المنتظرة من خلال تحريكه النشاطات الاقتصادية ومساعدته في تعزيز هيكلة الاقتصاد العراقي. من أخبار الاقتصاد العراقي إلى السوري، الليرة الذهبية السورية تطرح بعد 10 أيام في الأسواق. رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق غسان جسماتي قال إن 5000 ليرة ذهبية تصنع في الفترة الحالية ستكون كل واحدة منها مرفقة بشهادة من جمعية الصاغة. وتوقع جسماتي أن تنافس الليرة السورية نظيرتها الإنجليزية والرشادية من حيث الطلب في السوق. هذه الليرة الرمزية هي أداة ادخار بالنسبة للكثير من السوريين الذين يستثمرون بشراء الذهب. في الخبر الأخير، الحكومة السورية رفضت إدخال أي تعديلات للتخفيف من عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد. القانون سيقر الأسبوع المقبل ويفرض عقوبات مشددة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار واحتكار السلع والتلاعب بنوعياتها. معاون وزير التجارة لشؤون حماية المستهلك جمال الدين شعيب كشف أن الحكومة مستعدة للتخفيف من العقوبات وإعطاء فترات سماح لبعض التجار من قبل المراقب التمويني أو القاضي المدني. الموعد يتجدد عند 6:30 مع الاقتصادية المفصلة.